بجولة بروبرتي يورز اليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشاء سكنية، مكاتب وفلل بمختلف المناطق اللبنانية. خلينا نتابع سوا شو محضرنا فريق العمل لليوم، خليكن معنا. أبارتمنتس على شكل فيلل للبيع داخل ريزيدنشال كومباوند بيمتد على مساحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية. موقعها بعيد 40 دقيقة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر مع فيو خضار وشجر. مؤلف المشروع من 5 بلوكس على شكل فيلل. كل فيلا مقسمة لثلاثة أبارتمنتس كبار مساحتهم 240 متر مربع أو ستة أصغر مساحتهم 120 متر مربع. أبارتمنتس الجراوند فلور تابع لإلهم برايفت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و400 متر مربع للشقق الكبيرة. من أهم المواصفات مدخل خاص لكل بلوك، دبل وولز ودبل جليزينج وهاي اند انتيريورز ممكن يتعدلوا حسب الطلب. جيتد بروجكت امن سكيورتي 24 على 24 بالاضافه لمينتننس تيم وباركينج مامن. اما التسليم بربيع 2018 وابارتمنت ستارتنج 160,000 دولار. ليمار فيليج جيتد كوميونيتي بكسروين تحديدا ساحل علما كاشف عبيو خليج جوني وخضر جبل حريصة. مشروع بيمتد على مساحة أرض 15,000 متر مربع ومساحة الأبارتمنتس بين 175 و 650 متر مربع دوبلكس. بروجكت بمنطقة سكنية رايقة وبنفس الوقت قريب من أهم المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية والسياحية. من أهم المواصفات رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، أمن وصيانة 24 على 24، برايفت جيم، أوتدور بول ومالتي بيربس هول. أول مرحلة من ليمار فيليج جاهزة للسكن، أما المرحلة الثانية حالياً أندر كونستراكشن والتسليم بربيع 2018. أندر جراوند فلور خاص للباركينج والستورج وباركينج إضافي للجوف. تايتانيوم ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن ببيروت تحديدا بعين التينة، مؤلف من 2 بلوكس وكل بلوك من 22 طابق، مودرن وهاي اند ديزاين بالداخل والخارج. ابارتمنت وحده بكل طابق والمساحات 290 و 340 متر مربع وبنت هاوس 1020 متر مربع مميز باخر طابق. 15 ابارتمنت افيلبل للبيع وفيو ما بينحجب على المدينه من جميع الطوابق وابتداء من الطابق 11 فيو على البحر. كل البدرومز ماستر، هاي اند كيتشنز مع توب كوردز وباثرومز اوروبيه بالاضافه لاي سي وسنترال هيتين. ستة اليفيترز بكل بلوك. انترنس فخم وخاص لكل بلوك وخدمات عديده مامنه. 3000 متر مربع مساحه خضراء واثنين سويمينج بولز عندهم دايركت اكسس لاثنين جيم. تايتانيوم بعين التينه مشروع سكني فخم، اثنين تاورز وخدمات عديده مامنه بالاضافه لسكيورتي وثلاثه اندر جراوند فلورز للباركينج. كي 54 بروجكت سكني بمنطقة الكحالة، موقعه على تلة مطلة على بانوراميك فيو صوب بيروت والجبل وعلى بعد 10 دقايق من بيروت.
مؤلف البروجكت من 3 بلوكس وكل بلوك من 3 طوابق وشقتين بالطابق. من 18 أبارتمنت بمساحات مختلفة تتراوح بين 140 و 400 متر مربع. أبارتمنت مختلفين سامبلكس وجوبلكس وقسم تابع لإلو جاردنز وتيراس. من أهم المواصفات مدخل خاص ومستقل لكل بلوك، جيم وتشيلدرنز بلاي جراوند، وهاي اند فينيشينج بالداخل. K54 لوكجري بروجكت بالكحالة جاهز للسكن، قريب من بيروت وبنفس الوقت بمنطقة آمنة ورايقة، مع فيو ما بينحجب بمحيط خضار وشجر. أكد رؤساء مكاتب عقارية وخبراء عقاريين على أن الإيجارات السكنية بأبوظبي عم تشهد تراجع مع بداية العام الجاري بنسب تراوحت بين 15% و20%، مشددين على أن الإيجارات رح تواصل التراجع خلال شهور الصيف لتستقر خلال تشرين الأول وبتعاود الارتفاع مع بداية العام المقبل. ولفتوا إلى إيجابيات تراجع الإيجارات السكنية مؤكدين على أن المستأجرين هن الفائز الأكبر من هالتراجع، حيث أصبح بإمكانهم اختيار العقار الأفضل لهم بقيمة إيجارية جيدة مقارنة بما كان سابقاً. بدي ألفت انتباهكم مشاهدينا أنه برنامج Property Yours ما بيتقاضى أي عمولة من الشاري والبيع. هيدي كانت حلقتنا لليوم، راسلونا على بريدنا الالكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشه. زوروا propertyyours.com صفحتنا على الفيسبوك ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. انا بلاقيكم بحلقه بكره بنفس الوقت مع مزيد من الاخبار العقاريه، خليكم على الموعد.